ده على اساس ان انا جاهل اول مره استحمى. هو انت اللي سبت عليا؟ لو عملت لو درت فيك حاجه هتزعل. كتلقاتي كل غير بالديزير. ادلتي فيه فيها زوز. شوف هذاك الديزير تقريبي الغرض غادي يدير لك هذاك الديزير. بروتين يا زوز فكر. لا غادي يضبط لك هذاك راه بالعكس. بروتين بروتين. بروتين هما اللحومات والشحومات وداك الشيء. والفتاة بروتين برضه. بروتين هاتي البروتين. داك الشيء علاش ديك لاطاي الزينة عندك. طب وبعدين يا زوز ايه اللي مزعلك طيب؟ لا ما مزعلني والو. بلاش اكل يا زوز. انا كنقول لك الحوايج اللي غادي يكون فيها الفوائد وصافي هذا هو اللي كاين. يا زوز احنا بناكل برضه بس انا كنحمق على الفاكهه. ايوا بصحتك بصحتك. الفاكهه اديني فاكهه. لا الفاكهه كاع كنموتوا عليها ولكن كاين حوايج اخرين اللي نزيدوا كنعبدوا بهم ديك الفاكهه لان الفاكهه هي راه ما غادير لك والو الفاكهه راه. لا الفاكهه زي ما تديرش والو. لا 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 انا غاترني غير في المطرنه هذيك ما دير لي والو هذيك بجد والله والي تخدغني تخدغني في المطرنه تاخد اسمها ايه الشهيديه 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 هذيك من الصلاه ديال الهنديه عندنا خلاص يا زوز انا هريحك تعالى يا بنتي تعالى تعالى انا هخش اخد دش وهسيب لك الفاكهه صافي يا عم اتفقنا هاتي لي لبس عشان اخش اتدوش عشان ابوكي يرتاح مش هاكل فاكهه خلاص انا يعني نفسي بتحتك نفسي تسدت يا زوز خلاص اكل بتحتك اكل بتحتك راه ما كاينش اللي كيقتل هو نفسي تسدت عارف المسرحيه بتاعت المتزوجون ما تعرفش المسرحيه دي؟ انا ما قلتش عليها لان دوك المسرحيات كلهم طول ولكن دابا مع عشان تسمن اكثر من كده سمن هبقى فيه وترفرف وتلزلز يا عظيم يا عظيم يا عظيم برضه انا نفسي تسدد خلاص انت سددت نفسي عن الاكل يا زوز شكرا يا زوز مش هاكل هبطل اكل وانت ضربت التمثيل كله وتقول لي ما وانت خدام دايما شايفه ميمه شايفه جوزك واش تي اش غادي ندير لك اوليدي انا يا ما ندافع عليك كيغلبوني ما عندي ما ندير بيقول لي ضربت التبصيل بيقول لي سريت التبصيل وجاي تقول لي سديت لك يا واري شوف شوف التبصيل تاهو هرس ورا فيه المخ راه دير فيه المخ هرس التبصيل تاهو احنا المهم غير تاكل وصافي هذا هو اللي كاين حبيبي يا زوز ايوا وهسيب الطبق عشان ما تزعلش واخش انا ايه ناخد لنا دش في السريع يابا سامي اجي نقول لك غادي نسكت في شي بسيطه نقول لي راه احمد راه دخل الدوش وقول لي يجي باش باش نقطعوا عليه الماء ننتقموا منه على داكشي اللي دار البابا في لابيسين صافي بابا يا عم نمشيو نبردوا عليه الماء ونغلاصيو مزيان ونطفيو البوطه وعاد من يخرج عامله بالصابون الفوق غادي نمشيو نجيبوا الباله وني سالو نديرو ليه السوسوار باش نكرموه بعدا بابا يلا شنو غادي نردو ليه داك الطرف ديال اللي جبدنا في لابيسين زيزو طيحني في لابيسين وي زيزو يلا يلا غادي يخرج منه غادي يخرج منه احنا دابا غادي نخرج لا 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 خرج شنو بغيتي علاش كتعيط شوف المايه راه مالها خدامه حل حل الروبيني راه ما عرفتش تحلو حل الروبيني حل الروبيني لا حل واش يحل السخون حل الباب مخير ما عرفتيش والله هاجر شنو بغيتي تضحك عليا هاجر هانا واشنو راه قلت لك الماء ما عرفتيش ممكن تحلو حل حل جهه سخونه على اساس ان انا جاهل اول مره استحمى وغاي عاود حل غير جرب يا بنت المايه ما فيش ميه اصلا مش سخن ولا بارد ما فيش ميه ممكن مارلين ريدار كيصلحوا ممكن كيصلحوا بالراحت بعد مرات كيقطعوا كيقطعوا الماء ريدار مين بتوع المايه اه حيت كان عندنا عندنا فويت لتحت حد يجيب لنا فويت يا جدعان حد يجيب لنا فويت شوف ما جاهم القطعه انت تدخل جدا الحمام اغسل وشي طيب لحسن عيني اولعت
ما كاينش الماء مقطوع. هاك مسحب الفوطه هاك. خليني نشربوا الخليعة. خلني دوز لي ديال لابسين والله لا درت لي طريف. انت بتضحك عليا ولا احمد راه رضا اللي جا وقال لك الطول ما غيقطعوه. طب انا نعمل ايه انا كده دلوقتي؟ معليش امسح وخرج. امسح وخرج. انا مسحت وشي ما رضيتش امسح شعري وصافي خويا هو اول ما غيتطلق. حل. انت بتضحك عليا. طب انا شعري كله بتاع التبن بتاع التبن بتاع التبن. دير بحالك الفروج المبلول. قول لي دابا ينفعك الديزاير دابا الباك. ها قول لي ينفعك تسخن لك الدات ديالك دابا. قول لي البروتين. انت قاعد قول لي دابا البروتين. انتوا بتصوروني بدل ما تنزل يا زوز تشوف بتاع رضال اللي عملوا المايه دول. انت مصوره انت فرحانه؟ هتنزليها على الانستجرام دي يعني مثلا؟ كردوا لك الصرف. تردوا لك الصرف ديال بو عزوز. طب انا عايز اشيل انا الشامبو ده. شامبو انا نخرج بالشامبو انت. انا شيت حك حك مزيان باش يرغي حك. انا لو بعمل اعلان للشامبو مش هبقى كده. انت شايفه ان انا في نفرتيتي ومع الرجيلات مع صابون. يعني اللحيه ديالي عمره صابون وده اللي يعني ما خدتش بالك منه ده هو رجول. طب والنبي يا جدعان شوفوا. طيب شوفوا النبي زي ايه. انتوا واقفين بجد والله بتصوروني يعني بدل ما تشوفوا المايه. والله تبارك الله عليك. يعني هو انا اللي بعمله في الناس هيطلع عليا. هو ده بيقولي كده. شوف اردوا لك الصرف ديال البيتين ديك البسكان دي بسكتانا. ارد لك الصرف ديالها. ماشي يا زوز. ايوا شاديتين. ماشي. عندك تزلق. عندك تزلق. عندك تزلق. احنا راه نديروا لك المواجيع بالشامبون ديالك بالرهوه ديالك خرجي كتر. طب انا اطلع عادي اقعد طيب ولا انا ايه؟ ايه بالشامبون. طب شوفوا. طيب يا زوز انا اشرح لك. احمد حل حل راه صافي المجا. راه محلوله احمد صافي راه قلنا لك محلوله. ايش هنا المحلوله؟ ياك صافي غسلتي بداك الشويه اللي غسلتي به صافي بارك عليك. احمد بارك عليك. بارك ايه لسه بغيت نحك ظهري. شو تحك ظهرك؟ لسه انا عايز احك ظهري. انا انت بتصوري برضه انت نهرج. بس يا نهرج وشتي على حساب رضا. لا ينفع كده. ماذا غير رغبتهم؟ قلت لهم واحد المصري مسكين هنا غادي تقتلوه. واه ماشي معقول يدي عندنا يا دوز. قول لهم فاضل انه يحك ظهره بس. احك ظهري بس. بقالك على الحكايه. ايه ده؟ بقالك على الحكايه. هي ظهري بس ما فاضلش غير ظهري. انا هفضل كده زي حتشبسوت. شوف لا زينه لا لا زينه. وزاد انا عندي مكراته ويجي عن بعد. لا يا اخوي انا برمي الصابونه على الجدار وبعمل كده. يا كي جاتك تحميمة؟ ما لسه ما زال يا زوز عايز اخلص باقي؟ اه والله. ايوه سيرك. طب شوف. ايوه ما اسئله كملها. ايه ما تشوف لنا بتوع رضال. طيب نشوف لك. اصل هو جاب المايه خلاص صافي. راه ماشي دابا معصات واش راه مقوم. اشعل لك الضوء خصو يقطع الماء. يعني ايه ده فيه؟ ما يخدموش هو اوفر يا بنتي. هنجيب لك المايه نقطع الضوء. حلوه قوي دي. صافي دابا احمد دابا معليش دوز هاد الغسله من بعد وعاود غسل ان شاء الله. غادي يكون غادي يجيبوا الضوء يجيبوا. ابقوا حنا غنغسلوا بركه. ايوا اش غادي يدير دابا بالصحه؟ شكرا زوز. كي جاتك هاد؟ لا زوين. زوينه؟ سي باش هاد المره ما بقيتش تنقز معنا السطر. يا بوي يا بوي دم الواحد بيحب. راه بابا اللي سال. راه بابا اللي سد عليك. اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله. قلت لك ما تنقص عندنا السطح. هو انت اللي سمعت عليا؟ انا بغيت ندوز لك هذيك ديال السطح. لبيتين ديال السطح ما غندوزها لكش. جاب الله منين جات غير في هذا القلب؟ راه غير حشمت. راه كنت غادي نخليك هكا وخطرت تقلت كورونا. اللهم
لا شوف دايرين المقلب فيا. لا سير قول لعمك احمد مش مقلب صحه الحمى. الصحه الحمى الله يعطيك الصحه يا روح امك. اعطيه بوسه الحمام. اعطيه سامي اعطيه بوسه الحمام قولي بالصحه. خايف اوطي المسائل تبان خرابي يا خرابي اختل يا خرابي اختل يا خرابي. استنى ممكن اوطي لك كده بس انا بص انا ما بحب انا ما اعرفش انا شبه شريهان. عارف شريهان فوازير شريهان اللي كانت بتيجي في رمضان كانت بتلبس البتاع ده. يلا ركب يا عدبان يلا بوس عمك. انا غادي هو ساكن البرد جنا غادي نخش البس واطلع لكم. بتدير فيا انا مقلب بتاخد حقك. ايوا شنو قلت لك اليوم علي وغدا عليك هذا هو اللي كاين. ما تزعلش وكويس ان بنتك بتصور خليكوا شاهدين. لا حتى هي مع التاي خليكوا شاهدين عليهم. اه الناس هم اللي يبقوا شاهدين. لو عملت لو درت فيك حاجه هتزعل طبعا يعني في الاحترام والادب بس احنا اصدقاء يعني فما تزعلش ان شاء الله. صافي لا ما عندي اتفقنا ديل ما عندي شي يوم ني درت فيك. نودي نودي حسيت واحد راحة. واحد راحة؟ اه راحة تامة. لا يعطيك الصحة زوز. بحال صرت واحد دوليبران دولي اه زوز انت تعمل معاك في صيدلي. انا خليك نكرمي الاعصاب ديالي نكرميهم. ماشي يا زوز خليكوا شاهدين.